Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up. Come in at the dance and you want to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مركز تدريب كلاب البحيرة بضمنهور كابتن أبو نور. طبعا يا جماعة معانا النهاردة بطلين وضيوف عندنا ساندي دي متاية كوكازي كان جاي لنا عمرها 8 شهور دلوقتي النتايه دي عندها 9 شهور وكان ريكس نفس الموضوع برضو الاثنين اخوات طبعا الكلاب ديت كان صاحبهم بيشتكي ان هم هاديين خالص ومفيش شراسه ومفيش راعه طبعا كلنا نعرف ان الكلاب الكوكازي يعني في اولها بيبقى فيه يعني نسبه غباء يعني مفيش ذكاء عالي زي الجيرمان مثلا او زي بقيه الكلاب فطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نظبطهم ونظبطهم في الطاعه وفي الشراسه وفي كل الاوامر بتاعتهم والكلاب بقى عندها رغبه ان هي تهجم وفعلا بيهجموا دلوقتي هجوم كويس جدا شغالين على الدراع شغالين على بالكمامه الهجوم بتاعهم بالنسبه للحراسه كويسين جدا في الحراسه ماشي طبعا الكلبين دولت كانت مشكلتهم في الطاعه عندهم يعني ان هم يعني ما بينفذوش الامر من اول مره بيعكسوا شويه الحمد لله قدرنا ان احنا نغيرهم ماشي ونحسن طباعهم شويه ظبطناهم بالنسبه للنتايه كمان خليناها احسن من الذكر في التدريب بتاعها في الهجوم بتاعها وطبعا هنتابع الفيديو معانا وهنشوف دلوقتي الفيديو ونشوف التغيرات اللي احنا عملناها صاحبهم كان بيتابعنا اول باول وبيجي يشوفهم على طول دايما طبعا استغرب لما شاف شغلنا امبارح كنا شغالين مع الكلاب دي بالاشاره من غير صوت خالص وكانوا شغالين 100 100 وهنوريكم دلوقتي الفيديو بتاعهم ازاي قدرنا نسيطر عليهم وازاي بداوا يشتغلوا معانا طاعه كويسين جدا كانوا مشكلتهم خالص مش كانت المشكله عندهم ان هم عندهم شويه ايامه شويه في شغلهم يعني الكلب عشان ينزل تحت صعب جدا ما ينزلش تحت يبقى خايف قلقان من خايف وقلقان من يعني المدرب بتاعه طبعا دلوقتي الحمد لله صاحبناهم وبقوا كويسين معانا خالص قدرنا نغيرهم بقوا تمام التمام يعني في الشراسه برضو خلينا لان طبعا كلنا عارفين ان الكوكازي في الشراسه لما بيوصل لدرجه في الشراسه كبيره بيبقى كلب جميل جدا بيبقى كلب شاطر في الحراسه شاطر في ان هو يهجم على اللي داخل عليه الكلام ده كله قدرنا الحمد لله نغيره وبقوا تمام التمام فاللي في الخير يقدمه ربنا وربنا يعني يجعل في ايدينا النجاح على طول ونتم متقدمين على طول والكلاب دي على فكره جايه لنا من مشوار بعيد خالص يعني من اماكن بعيده خالص فربنا يقدرنا والحمد لله ان احنا وصلنا بيهم لدرجه كويسه والمهم بس ان يعني صاحبهم يبقى واثق فينا واثق هو موديهم لمين ويبقى اللي جايبهم ده مطمن على حاجته هي فين والكلام ده كله فطبعا يا جماعه دلوقتي هنوريكم مشهد فيديو نخش نشوف الفيديو بتاعهم وهنشوف الكلاب اتغيرت ازاي واشتغلوا ازاي والكلام ده كله وطبعا صاحبهم برضو احنا منتظرين باذن الله يجي بكره او بعده يستلمه هو هيقول بنفسه كمان في فيديو تاني هيقول بنفسه الكلاب كانت ايه وبقت ايه وده يشرفنا ان انتوا تبقوا واثقين فينا ومعتمدين علينا في اي حاجه ويشرفنا اشتراككم معانا على القناه بتاعتنا الجديده ومتابعتكم لينا وطبعا احنا بننزل حاجات اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امره ورقم التليفون موجود في الفيديو ويعني مش هنبخل عن حد باي معلومه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتعالوا نشوف الفيديو تديهم ضربه يقولوا الحق بتكتب ليه قلب سبب يلا شفنا من الدنيا العجب وشوش خدعه ملبوسه من ناس انا كنت بعزه ولا شفتهم كانت مدروسه حنين بيقلل منه امه حنين بيقلل منه امه ما يستحقش ان ارد على كلمه كله هري وحوارات مفيش ادله بحتفل بالمكسب اللي انا اخدته منك اسيبنا الكل زي كله يعصب في نفسه ونسي ملوك الشغل النظيف ما بتكلمش عن اللي فات ولا احب اسجل مزيكا تسعى مني وبيز بسلاح اهدي طبعا كلنا عادي خليكوا شاهدين اللي الزمان دوار اضرب بالنار يا ترى مين اللي كسب غلطت وتتعذب القطي ولا الفار ولا عبيت شطار ماسك مايكي متبطر يا ملزق وبحارب الاشراف ارفع الشعار وبحارب الاشراف يلا
ده بابا انا بقلب انا ايدي تقيله في كتابه ايده تقيله في كتابه حتى انا بمسكها بوجعها هو اسعف اطلع جمجمتك من بقها طوحها اغسلها نشفها ارجعها ريحها صوت الخيم بيعدي في سلمي من عيواتي بقلب مش بمل صوت الخيم بيعدي في سلمي من عيواتي بقلب مش بمل تعالى وخش عليا التمانية في المية تعالى وخش عليا يا مرحب بالمطادورية احسن من كده ما كتبش بقول اللي انا عايزه دبش تتعدوا مين يا بني ادمين ده بلوغ الست دايما سايقين تتعدوا مين يا بني ادمين ده بلوغ الست دايما سايقين دق الشعبي ورقص دمر صاحبنا البنزين عالنار وانت صاحب الاختيار الطنس لعب ما فيهوش هزار وانت صاحب الاختيار الطنس لعب ما فيهوش هزار ضغوط في ولع حد السكينه سويس يا بلدي هاخد لك حقك ومستحقك طب حلي بوقك بالصوت العالي اسمعي يا غالي احنا في مجالنا سد عالي احنا في مجالنا سد عالي على 109 خد تعالالي على 109 خد تعالالي خانيت دبوس عمر العبوس جيبوا التركي دعك الفانوس محمد دبك نجم المزيكا دبل 7 يا احمد يا ميكا ارد على كلمه كله هري وحوارات مفيش ادله بحتفل بالمكسب اللي انا خدته منك اسيبنا الكل زي كله يعصب في نفسه هنقلص ونسي ملوك الصين احنا ملوك الصين هرب لكم الغبي يا لطيف يا لطيف محدش فيكم يا سمرة خد عليا بيعمل مهرجان نضيف استنى بقى خفي بيعمل مهرجان نضيف احنا الشغل النضيف ما بتكلمش عن اللي فات ولا احب اسجل ما السكه تصعب مني وبس بسلاح اهدي طلعت كلنا عادي خليكوا شاهدين اللي الزمان دوار ايدي تقيلة في الكتابة ايده تقيلة في الكتابة حتى انا بمسكها بوجعها هو اسعف اطلع جمجمتك من بقها طوحها اغسلها نشفها ارجعها ريحها صوت الخيم بيعدي في سلمك من عيواتي بقلب مش بمل صوت الخيم بيعدي في سلمك من عيواتي بقلب مش بمل تعالى وخش عليا التمانية في المية تعالى وخش عليا يا مرحب بالمطادورية احسن من كده ما كتبش بقول اللي انا عايزه دبش تتعدوا مين يا بني ادمين ده بلوغ الست دايما سايقين تتعدوا مين يا بني ادمين ده بلوغ الست دايما سايقين دق الشعبي ورقص دمر صاحبنا البنزين عالنار وانت صاحب الاختيار الطنس لعب ما فيهوش هزار وانت صاحب الاختيار الطنس لعب ما فيهوش هزار ضغوط في ولع حد السكينه سويس يا بلدي هاخد لك حقك ومستحقك طب حلي بوقك بالصوت العالي اسمعي يا غالي احنا في مجالنا سد عالي احنا في مجالنا سد عالي على 109 خد تعالالي على 109 خد تعالالي خانيت دبوس عمر العبوس جيبوا التركي دعك الفانوس محمد دبك نجم المزيكا دبل 7 يا احمد يا ميكا كل الناس اللي موجودة معانا ما تنساش تعمل كومنت ولايك واشتراك في القناة.